بسم الله الرحمن الرحيم. تحية وطنية طيبة. عبد الملك السعداني، 33 سنة، أستاذ مدارس ابتدائية، مترشح عن الدائرة الانتخابية تسكراية معتمدية بنزرت الجنوبية. أهالي الكرام، نلتقي مجددا في هذا المسار الانتخابي بعد مروري للدور الثاني، ولقد كنتم خير سندا لي في الدور الأولي. أهالي الأعزاء، إن مشاركتي في البرنامج في الانتخابات المجالس المحلية هو إيمان مني للانتقال من مرحلة الوقوف إلى مرحلة العمل والجدية، وفي هذا الإطار تم بلورة برنامجي الانتخابي مع ثلة من أهالينا والقائم على إحداث مدرسة ابتدائية إعدادية بتسكرية تهي العمرانية للمناطق السكنية بمنطقة تسكرية الشميسية فجد الريح، توفير الماء الصالح للشرب، صيانة المدارس الابتدائية بالجهة، العمل على تطوير الفلاحة، دعم الفلاحة وتطويرها، دعم المنظومة الصحية بالجهة، والعمل على إحداث مستشفى محلي. إن برنامج الانتخابي موجه لجميع الفئات العمرية، ولكن يرتكز بدرجة أولى على الشباب، لأن جميعا نعلم أن البلاد التونسية تتطور بشبابها والجيل الذي سيمثلها في المستقبل. أهالينا الكرام بعمادة تسكرية، منطقة الشميسية، فجة الريح، الحويشات، هنشير الخنيقة، ما أعدكم به بما منحتموه من ثقتكم هو العمل جاهدا بصدق وإخلاص، والعمل جنبا لجنب معا من أجل النهوض بعمادتنا، وإن من أجل النهوض بجهتنا، لأن ثقتكم هي تكليف لي وليس تشريف. أبناء جهتي الكرام، أعول عليكم بدعمكم بدعمي بأصواتكم يوم الاقتراع واختيار عبد الملك السعداني، ودمتم خيرا سندا لي، ووفقني الله وإياكم لما فيه خير تونس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.